رح نروح لمحطتنا التالية، ويمكن بهذا الوقت اللي نحن فيه فرح أكثر شيء منشوفه حوالينا الناس اللي بتقارنك بنفسها أو بتقارنك بشخص ظروفه كتير منيحة، وبالتالي بتقلك أنت ما عملت هيك لأنه أنت إنسان غير قادرة أو فاشلة. قد ايه بتشوفي هالأحباط صار موجود؟ الكلمة كتير سيئة وكتير مزعجة سلمى، والبعض الآخر ما في داعي تقارنيه، البعض الآخر هو بيقارن حاله ببعض الأشخاص للأسف. أصحاب الإنجازات، ممكن طالب كتير مجتهد ومتفوق يشوفه طالب آخر يقول أنا مستحيل أوصل لهي النتيجة اللي هو موجود فيها، وكأنه شيء كتير عظيم، مستحيل الشخص يوصل صحيح. مهما اجتهد. لكن أكيد هذا الشيء مغلوط وخاطئ يا سلمى. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع الأستاذ محمد لبابيديا اللي دائما بيكون عنده الأجوبة عن كتير من أسئلتنا وبيكون عنده الدعم لكتير كبير. صباح الخير أستاذ. يسعد صباحك فرح، يسعد صباحك سلمى، ويسعد صباح طبعا كادر هذا البرنامج، وصباح مشاهدينا أينما كان. سعد صباحك. خلينا نبلش اليوم، المفهوم اللي بدنا نحكي عنه أكثر بشكل واضح هو قوة الإرادة. كتير أشخاص بيعتبروا أنه هاي المفاهيم هي مجرد تنظير، مجرد حكي، ما أنا موجودة على أرض الواقع. شو يعني قوة الإرادة إلى جانب الكثير من العوامل المحبطة والخليني أقول الظروف السيئة؟ طبعا لو لم تكن حقيقة لما ذكرها القرآن 132 مرة، فعل أراد وإرادة ويرد. الإرادة هي النية مع القرار، إنه الإنسان يكون ناوي للشيء معين ويقرر أنه يعمله. الآن عندما يقرر الإنسان هذا القرار وربط هذا القرار بهدف معين يسعى له، سيسعى له والكون سيستجيب لهذه الإرادة. لذلك بالمثل العام نقول لله رجال إذا أرادوا أراد. يلي أنت بدك يا بيصير بشرط أنه يكون الإرادة حقيقية. يعني والله أنا بدي أتعلم مثلا علم معين، يلا بكرة اليوم اشتريت الكتاب ما فتحته، تميت عم نام مثل نومي العادي كذا، هي مو إرادة، هي مو إرادة. الإنسان بيسعى. يعني أنا أقول لك مثلا شخص راح لعند كونفوشيوس قال له أنت دائما بتنظر مثل ما قالت الأستاذة سلمى، بتنظر وبتقلنا وكذا وكذا، أنا صلي سنة عم دور على شغل ما كنت لاقي شغل. قام قال له شاف هذا البرميل المي، قال له إيه، قال له غط راسك فيه، غط راسه فيه، قال له لا تطالعه لحتى نقطع نفسك، تم هذا لحتى يقطع نفسه. قبل ما نقطع نفسه بده يرفع راسه، قام إجا كونفوشيوس ضغط له راسه تمام. قام خلال ثواني هذا الإنسان شو عمل؟ حط طاقة هائلة حتى يطلع من المي. قال له حتخنقني، قال له هاي الإرادة، إرادة الحياة. بدك يكون سعيك لهدفك بنفس هذه الإرادة يلي أنت عم تبحث فيها بالحياة. نعم، مثل ما فهمنا من حديثك أستاذ أنه اليوم الإرادة ما أنا بس هي الكافية، الإرادة ممكن ما أنا مرهونة بعمل وجد واجتهاد. شو هي العوامل يلي بتساهم بإرادة الشخص وتحقيقه للإنجازات حتى لو كان لسه ما بدي بالخطوة الأولى مثل ما بنقول؟ طبعا العامل الأساسي البيئة. يعني البيئة اللي حواليك شو هي؟ هل هي مشجعة؟ هل هي مؤيدة ولا محبطة؟ لذلك احنا دائما بنقول انه اختار اللي حواليك. حاول انك تنتقي اصدقاء يدعموك، حاول انك تنتقي اصدقاء يرفعوك، يعطوك يعني يعطوك طاقة ما يسحبوا طاقتك. احيانا كلمة بتسحب الطاقة منك، النظرة ممكن تقلبك 180 درجة. لاحظت كيف؟ لذلك اختار هذا المحيط، ودائما كن انت مسيطر على هذا المحيط. يعني لا تخلي حالك انت رهن للآخرين، بيعرفوا امتى يسعدوك، بيعرفوا امتى يعكروك، بيعرفوا امتى يزعجوك، بيعرفوا امتى كذا. انت مالك رهن، ممكن انا مفتاحي بايدي، اللي بتسلمه مفتاح سعادتك بجوز هو يتحكم فيك. اللي بتعرفه كيف انت بتبكي مفتاح دمعتك بصير ببكيك. لذلك انت بدك تكون سلطان نفسك. البيئة، السيطرة على الذات والتجارب والإنجازات. لذلك دائما نحن بنبحث عن الإنجازات، بقول له دائما الإنسان يعمل إنجاز. يعني السنة الماضية غير هي السنة، السنة الجاية غير هذه السنة، لازم يكون عندك إنجازات، لازم تتطور. الوردة إذا ما نمت بتموت. لاحظت كيف؟ المي إذا ما جرت بتصير أذنة. لذلك نحن في عنا البيئة وفي عنا أيضا إنجازات الإنسان وطموحاته وتحقيق أهداف. أكيد. طيب أستاذ محمد، خلينا نحكي شوي اليوم. الناس بتقول معقول الإرادة إلى أنواع؟ يعني هي الإرادة إرادة مثل ما أنت عرفتها بالبداية، هل إلى أنواع فعلا؟ شو طبعا هلا في عنا إرادة الحياة. هل هي إرادة الحياة مثلا مشتركين كلنا فيها؟ يعني قد ما الواحد قال لك ما بعد الصبر إلا المجرف والأبر، شو هالحياة هي؟ مآسي، أحزان. أما إذا تذكر الموت أو قرب الموت دغري بتلاقي احتاط أو كذا، عرفت علي كيف؟ يعني إرادة الحياة هذه موجودة، وعشق الحياة هذا موجود بغض النظر عن الظروف. في عنا
إرادة الخير، وهي كتير حلوة إنه الإنسان يعني يمتلك هذه الإرادة، يعني أنه يكون مثلا هو مصباح أمل بمجتمع مليء بالإحباط. يعني إذا بدك تمشي بالإحباط أو سير الإحباط، والله في عنا كثير، يعني ما لنا ناقصين، نحن مشاكلنا بنعرفها، همومنا بنعرفها، ظروفنا بنعرفها. لكن أنا بدي أقول لك شغلة، أنه مهما كانت ظروفك صعبة في غيرك أصعب. يعني نحن نسأل الله عز وجل النصر لأهلنا بغزة والتفريج عنهم يا رب. يعني لا تقارن ظروف أي إنسان الآن بظروف أهل غزة، ورغم ذلك صامدين صابرين عم يسطروا ملاحم ربما ستذكر مئات السنين. لذلك لا تقول أنا ظرفي في غيرك أصعب ونجح في غيرك أصعب ولساته مستمر بالحياة. لذلك لا تموت نفسك قبل ما تموت، يعني لا تجيب الموت لحالك قبل ما يجيك هو. يعني في ناس أنا كثير بقول لهم أنت ميت بس ناقصك التشيع فقط لا غير. لذلك يلي ما بيضحك والله ميت، يلي ما بيبتسم والله ميت، يلي ما بيركز على الإيجابيات والله ميت. شوف المآسي لن تنتهي، الأحزان لن تنتهي، الآلام لن تنتهي، الفشل لن ينتهي، ولكن في نجاح، في حياة، في تجدد، في صحبة حلوة، في نسمات حلوة من الله عز وجل لازم نحن نستثمرها. ونحن على أبواب شهر رمضان، يعني أبواب الخير، أبواب الفرح، أبواب العطاء، إرادة الخير لازم تتفعل، لأنه ما بيجيكي خير إلا إذا قدمتي خير، يلي بتقدميه بده يرتد إليك. نعم، اليوم شو أهمية الإرادة وأهمية الصبر بحياة الأشخاص اللي نحن طبعا ما فينا ننكر قد الظروف صعبة، إن كانت اقتصادية وإن كانت اجتماعية وإن كانت نفسية بمختلف أنحاء، لكن اليوم الصبر والإرادة قد له أهمية كتير كبيرة بحياة الإنسان. طبعا الصبر ما هو برستيج، هو ضرورة. نعم. لأنه إذا ما كان عندك صبر بتكون المشكلة هيك بتصير هيك. يعني كتير ناس مثلا فقدت عزيز، فقدت حبيب، ما حسنت تصبر، أم صارت مشكلتها بحالة، صار في محا تصلب لويحي، جت جلطة لا سمح الله، صار محا شلل دماغي. يعني أنت الصبر اللي أنا اللي عم يسمعوني الزملاء المشاهدين، يعني ما هو والله مثل ما قالت الأستاذة سلمى بدي أعلق عليها تبع التنظير، عرفت علي كيف؟ أنه والله أخي عم ينظره، هذا كلام تنظير يا أخي، هذا مو على كيفك. إذا ما أنت استمعت هالتنظير هاد حتكبر مشاكلك وتصير مشاكلك بحالك. أنا في عندي حالات تجينا على المركز الاستشاري بتكون مثلا جاي لأنه فقدت ابنها، عم تتعالج مثلا نفسيا لأنه فقدت ابنها، بعد فترة بشوفها مثلا بترجع لعندي أو كذا بقول لها يعني إن شاء الله هيك نسيتي ابنك، تقول لي كلام بعد مشكلة ابني، صرت هلأ أنا صار معي شلل، صار معي كذا، صار معي كذا. فنحن لازم هذا الصبر يعني نركز عليه ويكون صبر جميل، صبر مع الرضا، يكون الإنسان عقلاني، لأنه الحياة بنعرف أنه فيها فقد، فيها الحياة ما هي جنة، لكن تجعلها جنة بداخلك. يعني الإنسان بتكون إيجابي القليل بيكون عنده كتير. الحدث ما بيحسن يغير حدث، أنا الموت ما بيحسن يغيره، ولكن ممكن أني يغير هذا الحدث ونظرتي لهذا الحدث. لذلك الصبر ضرورة، ولو ما كان ضرورة ما كان ثوابه الجنة أكيد. طيب خلينا نحكي كمان أستاذ محمد اليوم عن أهم الأمور اللي لازم أنا أتبناها بحياتي لحتى تساعدني لأوصل لتحقيق الإرادة الناجحة بالحياة. أول شيء الإنسان بده يكون له مرجعية وهو الله عز وجل. يعني أنت وقت بتعرفي أنه والله في إليك سند ما بتخافي، يعني مثلا والله الطفل وين ما راح معه أمه ما بيخاف، ما بيعمل حساب. إذا كنت طالعة مثلا بسيارة وأبوك اللي عم يسوق ما بتخاف، بتعرف إن أبوك ما حيرميك. يحكي لك قصة على هاي مثلا طفل بحادث الطيارة الصينية، فحادث الطيارة الصينية كانت ماشية بالسماء فتعرضت لانفجار أول محرك، فالناس كلها تشو مثل ما بيقولوا بالعامية توضت باللبن، يعني إنه لا ما حنخلص، وضاجت الطيران وكذا وكذا وكذا، وطفل قاعد بأول مقعد عم يلعب بالبلاي ستيشن. فبعد فترة انضرب المحرك الثاني، انضرب يعني المحرك الثالث، صارت الطيارة تعمل هيك تعمل هيك، الناس كلياتها حست حالها حتودع، والطفل ما ترك البلاي ستيشن. المهم حطت الطائرة بسلام الحمد لله على هالمحطة، ونزلت الناس كلها تعانق بعض وتبوس بعضها. بس شو استغربوا؟ استغربوا من الطفل، يلي انه كلياتنا ضجنا وكلياتنا خفنا الا هذا الطفل تم هادئ. قالوا له لك انت شو ما ارتعبت؟ قال له لا والله ما ارتعبت. قالوا ليش؟ قالوا انه ابي الطيار، أبي ما بيضيعني. لاحظتي كيف؟ فنحن في لنا رب خلقنا كرمنا، ولقد كرمنا بني آدم، ما بيضيعك، بيربيك، بيعلمك، بينقص عليك، مو منشان أنه يحرمك، بس منشان تاني مرة تعرف قيمة النعمة. أنا كثير ناس مثلا كانت تتمألس بصراحة أنه مثلا قلوا نحمدوا الله على الصحة، بيقول آه محمد حتى الصحة حسدنا عليها، بتفقدها
تفقد تقول يا ريت. نعم. بدي اروح حميد الله على راي المطرب سعد الصغير، احمد ربنا انك عايش بلا حتى على الحياه عم تحسدنك. لك اخي ما عم بحسدك بس بتحترمها على البسمه بتحترمها. اي نعمه ما بتقدرها تفقدها. تماما اكيد. وبهذا الصباح وبهي المناسبه اكيد بدنا نحمد الله دائما على كل النعم الموجوده، من ابسط هي النعم من نعمه الحياه ونعمه الصحه ونعمه كل النعم الموجوده حوالينا لحتى تدوم وتدوم. اكيد بدنا نشكرك كل الشكر على وجودك معنا وعلى هي الطاقه الحلوه اللي بتعطينا اياها. خلي لي اياكي فرح. شكرا سلمى، وان شاء الله الله يديم عليكم هالبسمه الحلوه، وان شاء الله نلتقي بايامات النصر ان شاء الله لاهلنا في غزه وفي اليمن وفي العراق وفي جنوب لبنان. اكيد. شكرا لك أستاذ محمد لوجودك معنا.